هو الرجل الوحيد في العالم الذي يأخذ من نفسه ليعطيك. قد لا يكون أعطاك كل ما تتمناه، قد لا يكون أعطاك كل ما تتمناه، لكن تأكد إنه أعطاك كل ما يملك. الأب، مساء الخير. مساء الخير لكل اللي قاعدين يتابعونا من خلال شاشة بابلون الفضائية. أسبوع جديد وحلقة جديدة، وحلقتنا لليوم هي مخصصة فقط رح تكون عن الأب، لأنه أنا المفروض اليوم رح أسويها جزئين، بس لقيت إنه لا، الأب ما تكون حلقته نصف حلقة على مود أخذ موضوع ثاني، هو يستاهل حلقة وثلاثة وعشرة حتى نكمل وياه. مساء الخير لكل أب قاعد يتابعنا، لكل أب موجود ويانا، لكل أب أسس أبناء صح، لكل أب اشتغل على أولاده صح. مساء الخير على كل أب ضحى من أجل عائلته أسرته. مساء الخير لكل أب موجود وقاعد يتابعنا بكل أنحاء العالم. اليوم إحنا هواية أشخاص قالوا لي عمر إنه أنت دا تسولف عن الأب، ولكن الأب أنت راح تكون بس تحكي عن الأشياء الحلوة البي، لأن إحنا أشخاص تألمنا بسبب الأب أو عانينا بسبب الأب. وأكو أشخاص قالوا عمر الحلقة هذه من أروع الحلقات لأنه راح تتكلم عن الأب. فأنتوا من خلال اتصالاتكم والأرقام أكيد اللي تبين عندكم بأسفل الشاشة راح تقدرون تشاركون ويانا، وكل واحد يقول اللي بخاطره عن الأب، لأنه ما نقدر بالنتيجة ننطي الآراء الإيجابية فقط، أو نحاول أنه دائما نجمل حتى نقول أنه هذا الشيء هو الحلو، هذا هو الكذا، إذا كان الأب ولا الأم على الصعيدين. فلذلك راح أترك لكم أنتوا أيضا المجال حتى كل واحد يعبر عن مشواره مع الأب، وعن الأب لو كان موجود ويانا، مثل أبو مرتضى مساك الله بالخير، إن شاء الله تكون قاعد تتابعني. ليس هناك في الحياة رجل واحد يهب كل حياته وحنانه وحبه دون أن يسأل عن المقابل إلا الأب. ما ينسأل، لأن هو ينطي بدون ما يفكر، يقدم بدون ما يخطط. دائما أولاده هم الشيء الأول بحياتك قبل حتى نفسه. اتصال من أبو نرمين من عقرة. مساء الخير يا أبو نرمين. أبو نرمين، ألو يا أبو نرمين، أعتقد انقطع الاتصال. رح أبلش مع بسام. بسام مساء الخير. من أهلا كركوك. أستاذ عمر، شلونك؟ أهلا حبيبي، شلون صحتك؟ الحمد لله، شلون صحتك؟ أخبارك؟ تمام، طمني عنك. الله يسلمك، صار حركتي ما تخبرك الله طاق روحي. على راسي حبيبي، شلون الوالدة؟ إن شاء الله تمام. والله زين، والله تسأل عليك، الله يشتوها. يا حبيبي الله يخليك ويخليها، سلامي إلها يا عزيزي. الله، عندي سؤال وياك على الأب، دار أنت اليوم حركتك على الأب. أي طبعا أكيد. والله عندي سؤال واحد أستاذ عمر. نعم. الوالد، نعم، الوالد الشهر الثاني هو راح يروح عمره. نعم. ايه، هو ما سالف انه ولا قال انه هو حرم ذيك الثانيه. اوكي. اي ما سالف انه القصه وهذا راح ياخذها العمر، بس ما قال للوالد شيء. تمام. اجت هاي الشغله هذه؟ اني ما اقدر افتي واقول صراحه يجوز ولا ما يجوز، لانه اني مو بمحط انه انسال هذا الشيء، بس هو المفروض خلينا نقول احنا ادبيا، وفقط هذا اللي أقوله أدبيا وأخلاقيا، أنه المفروض مثل ما أنه عند زوجة ثانية المفروض يرجع للأولى، وطبعا قبل لا يروح للعمرة المفروض أنه يسألها، وتكون هي أبسط شيء أنه تكون راضية عنه حتى يروح ويعتمر، مثل ما يقولون. يعني هو مو فقط أنه رايح على مود نفسه، يعني المفروض أنه يأخذ من عندها طبعا الإذن ويقول لها. ما أعرف من يروح لهناك إيش راح يقول. نعم حبيبي تفضل. هو أصلاً ما قال لها لا أنت حسب طلع هذا مال العمرة، وأصلاً ما قال لها شيء راح أروح، وهذا حسب مشيت بشرة الثالث ما طلع خبر للوالدتي. شوف، الأم دائما تكون هي متساهلة بكل شيء، فأني أقول بما أنه هو رايح للعمرة
أنا أقول إنه خلي والدتك تدعي إنه ما دام هو رايح بلكي الله يهديه ويرجع إلى صوابه. هذا أهم من إنه أحد يحكي عليه أو يقول إنه ليش وليش، قد ما يكون هذا أبوك، بس إنه خل تدعي الأم بما إنه رايح لغاد، بلكي ينغسل قلبه، بلكي يلتفت إلكم ويحس إنه هو عنده زوجة وعنده أبناء أيضا. والله صار عمر عنده تفريقات كثيرة بين والدته ودي زوجته. أنت أمي ما عاد أي تفرغ تقول له مثلا إذا هاي تسويها أنا بسوي الشيء، مثلا هاي تأخذ الأشياء أنا تأخذ لها الحاجة. عنده تفرقات كثيرة بين الوالد والدي. أوكي، فإذا إحنا دا نأخذ أول متصل ويانا اليوم هو غسان، إحنا دا نأخذ الأب. طيب أنت اتركني من والدتك، راح أجي إليك غسان، أنت شلون تشوف والدك؟ والله الوالد هو أصلاً ما يتباوى علينا، لا يدحج علينا، ما باله هاي الشغلة، ولا ما يقول ولدي هذا أتابع له، ما نهائياً. أي تمامين، هذا إيه متزوجة من 2009. تمام، أنت أي مواليد؟ أنا 93. العمر كله إن شاء الله حبيبي. دائماً يقولون الأم هي اللي تربي وهي اللي تأسس وهي اللي تسوي، والأب هو اللي يشتغل ويجيب للبيت ويخلي ويقدم. فالحمد لله، الله يخلي لك أمك ويخلي لك أبوك بنفس الوقت، والله يهديهم إن شاء الله. الله يهديهم يا رب. الله يسلمك. هاي الوالدة تسولف وياك تشجيعك. أي يلا تفضل. مساء الخير. ألو. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ عمر. هلا يا هلا ومرحبا، شلونك يا أم غسان؟ الحمد لله، شلونك؟ والله أنا بخير إذا أنت بألف خير. والله العظيم أحبك مثل غسان، الله وكيلك. ربي يخليك حبتك العافية إن شاء الله دوم يا رب. والله ومثل أسبوع تايجي هسا قلت له روح جيب لنا رصيد خالص أستاذ عمر. فدوى لعمرك كل الهلا بيج أمي، حياك الله. والله العظيم أولادي أنت وأخويا، الله سلم عمرك على راسي. والله على راسي أتشرف، والله أتشرف أمي. والله العظيم فدوى عمرك، يطول لي عمرك والله يمدك بالصحة والعافية ويعوضك عن كل يوم مر. يعني ما حد يحس بهذا المرار غيرك انت، حتى ابنائك اذا وياك بالبيت اولادك ما راح يحسون بالمر، ولا راح يحسون بالمخدة اللي كنت تعضيها، وحتى لا تسمعيهم الوجع اللي بداخلك، الالم اللي انت تحسيه، القهر اللي دا تعيشي. انت دائما تكوني قدامهم قويه حتى هم يكونون اقوياء، سبعه حتى يكونون هم سبع. لوش قد ما مر عليكم الدهر انت جنتهم ونارهم. الله يخلي لك اياهم ويخليك فوق رؤوسهم. والله استاذ عمر كيف انا رحت نشيت القسان انطوني اياها، قالوا احنا نخاطر القسان ننطي، تخبروا قدوا وإن شاء الله الخميس أسوي خطوتو. ألف مبروك. بس تحضر وياي أنت. يا ريت، أتمنى والله أتمنى. شايفين كل الخير والله يوفقكم وإن شاء الله تفرحين بجهال جهال جهالة يا رب. الله يسلمك يا عمري، هذه بنتي فاطمة وياك يمن مسيرة من الحويجة. يلا حياها الله فطومة بعد. مساء الخير فاطمة. أهلا أستاذ عمر. أهلا وسهلا يا فاطمة، شلونك؟ الحمد لله، أخبارك؟ تمام، أنت طمنيني عنك. والله الحمد لله زينين، احنا جينا من الحويجه نشوف خطوبه غسان اخوي. الف 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 مبروك، واريد منكم الوقفه الزينه، الوقفه العدله، ماكو وحده تقول اني سويت وفلان قاعده، لا كلكم توقفون وقفه، هذا اخوكم يستاهل. استاذ عمر عيوني اطلب منك طلب اذا اقدر عليه من عيوني الاثنين، تفضلي. استاذ عيونك اريد كيف تطبخ العيد للنجوى الكرم. توها خلصت، توها خلصت، حطينا أغنية اليوم ما أقدر أكرر الفنان مرتين. أوعدكم بالحلقة القادمة إن شاء الله راح يكون أكو مقطع من عدها، تدللين بالحلقات القادمة إن شاء الله، تدللين على راسي من عيوني. عيوني حياتي أنت، شلون هالسعانة الحميدة سوى الخطوبة، شلون همونا الزاكاني يعني لو بإيدي والله أجيك وركض أوصلك والله العظيم، بس أنت تعرفين أني برنامجي أحد وثلاثاء وخميس، فأني يوم الخميس على الجو أوجه لكم أحلى تحية وأبارك لكم على الجو وأحط لكم هم يعني أغنية خاصة بهذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله الخميس أصور خطوبة مالته. إن شاء الله إن شاء الله، بالتوفيق بالتوفيق.
يا رب وانت حاضر ويانا والله قال علي الله يشهد قال علي فدوى عمرك الله يحضر لكم كل خير ويكون عرسكم مسهل ومبارك ان شاء الله شايفين كل الخير الله يسلمك الله يرضى عليك الله يخليك كل الهنا اتمنى تجي ويانا اتمنى الله يخليك على راسي والله اذا سمحت الفرصه أنا اللي أتمنى وأتشرف إنه أكون بيناتكم قاعد على الأقل إنه هذا غسان لازم نوقف وياه أستاذ عمر هلا غسان حياك معزومة الخميس على عرس مالي على راسي والله حبيبي عزومتك وصلتني وأنا أقول لك شايف كل الخير وإن شاء الله أشوفك وأبارك لك إذا أجيتنا أنت حبيبي هدية من عندك على راسي أريد منك هدية غالية صار يمي هاي من عيوني الاثنين أشوفك أني بس ونحكي إن شاء الله شكرا لك يا غسان حبيبي كل الهلا بيك حبيبي شايفين كل الخير أبويا شكرا يا غرام يا غرام كلهم يقولوا لي عمر هاي شنو صوت هالغرام يجنن غرام مساء الخير مساء الخير هلو شوفي كلهم يقولوا شنو هالصوت الحلو أهلا وسهلا أخبارك تمام الحمد لله بخير وأنت شلونك والله الحمد لله بخير أخبارك أنت أنا زين إذا أنت زينة الحمد لله تمام الحمد لله بس قبل كل شيء أطلب أغنية قولي حتى أنا أسجلها يمي عمرو دياب تملي معك عمرو دياب تملي معك أهديها لأخوي سيف طيب ممكن أخلي لك إياها يوم الثلاثاء إذا ممكن تمام صار تدللين من عيوني على راسي عزيزتي غرام اليوم احنا قاعدين نسولف عن الاب شو تقولين عن الاب قل يا بابا بالنسبه لي عمود البيت طبعا عمود البيت ذبل صوتي تقولي وماما كذلك الله يخلي لك اياهم يا رب الله يخلي لك اياهم يا رب حبيبتي غرام انا سعيد جدا سمعت صوتك يا قلبي ولا تحرمينا من هالصوت فدوى عمرك حبيبتي ان شاء الله صديقه البرنامج طبعا صديقه البرنامج ويانا على طول تسلمين يا غرام اشكرك شكرا يا غريم غرام تسلمين شكرا عفوا راح اخذ عبد الله من وين من الحوجه ابو استاذ عمر شلونك هلا حبيبي شو اخبارك اخبارك استاذ عمر بخير اذا انت بخير عرفتنا الاول مره ولا ثاني مره طبعا على طول تخابر وتسوي مكالمات جماعيه وتخلينا نضيع لانه ما نقدر نسمع على راسي حبيبي الله يستر راسك غالي حبيبي على مود الوالدين ولا الدهراء للوالد والوالده نعم 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 انا الحقيقه من سمعت بهالموضوع تذكرت يعني الوالد والوالده حيل صارت بيهم وين الوالد والوالدة؟ والله أنطاك عمره الوالد والوالدة الله يرحمهم ويجعل مثواهم يا رب الوالد كان ماخذ 3 نسوان أسولف لك القصة يعني ما شاء الله هي قصة ماخذ 3 نسوان ما شاء الله وعنده 20 ولد ما شاء الله ايه ويمه 17 بنت لا لحظة أوقف أنت شنو ضيعتني يعني هسه 37 أي من بنت من ولد البنت ما شاء الله 17 بنت و20 ولد و20 ولد تعرفون بعضكم كلكم ما تضيعون بالأسامي على الوجوه رقمهم واحد شو ترقبهم فريق منتخب شنو السالفة صوبة مرقميهم من يونس محمود انت نازل هلو شيلو لبستهم زي ما المنتخب العراقي عادين رقم 1 رقم 2 زين بس قولي سالفة انتو اليوم الله يخليكم 37 العلاقة فيما بينكم شلون طبعا انا رقم مدى تخيله 37 ما شاء الله العلاقة اي تعرف انت مو من ام وحدة اي طبعا اكيد وحدة عندها 10 من ولد وبنات ما شاء الله وحدة عندها 10 ولد اوكي وست بنوات وحدة عندها 6 ولد وثلاث بنات ما شاء الله الله يكرمك أيوة يا رب اي العلاقة شلون شايف الوالد اي من شوية تعرف انت هم كبروا وهذا وصاروا كلهم بالجيش والمنتسبين والها قاموا يستلمون رواتب برا الاحتلال من 2003 نعم يعني حالته شايب وقعد
أهل كثرت والمادة يعني مو الأولية. وكل من راح وحده وقاموا عادين شيء ما يدحجون الشايب. عفو. الوالد ما يدحجون. عفو. أي عن رباهم وكبرهم وما خلاهم يحتاجون أحد. طيب أنت ابن أي وحدة بيهم؟ يا رقم. أنا ابن الكبيرة. الأولى. الأولى. تمام. ظل عادين أنا ظلت وياه. أنا أقول أنا الصغير ما ابن الكبيرة الأولى. نعم. القعدة ما بيهم. نعم. أنت. إيه. تمام. ظل عادين الشايق يعني مثل ما تقول شون تكرم على العزاء على فرح على أي شيء يهيرني يعني يرتاح الصدقة مالتي. نعم نعم. يعني يرتاح لي يعني حيل. سوى الشايب انجلط. انجلط. ضربت ايه ضربت جلطة عناقية. لا إله إلا الله. تمام. ايد ورجل. انتهى الشايب ما عاد يقدر قام يمشي النوبات إذا ما حد وياه يمشي سياحة. أوكي. قام عادين يطلع نوبات عالي ما موجود بالبيت عالي يعني هيك بل الفلايح بل هذا الحين تعرفين الفلايح وهذا المزارع يروح يفتر نوبة بدير بحفرة قوية واقع وما حد يدري فيه. لا إله إلا الله. اي والله على جوارينا والدعمنا وهذا ودحقوا ون الشايب بل هذا دحقوا ون الوالد وجابوه ويا سيارات العالم مع الخيرين ولا خيرهم عليك وهم 20 واحد ما قاعدهم سيارات ما شالوه ووصلوا للحويجة. لا إله إلا الله. زين خبروني قالوا الوالد ترى هيك وهيك رحت وإن عنده نزيف داخل بالكبد. نعم. من الصدمة مالته وسبعة أيام سبعة أيام أنا نايبي بالمستشفى ما حد جي قال الوالد رد نشوفه محتاج خرجية شوفه شبيه ما بيه طيب ميت ما حد صدمه. نعم. نعم. وظل 5 سنين وسنويا سبحان الله سنويا انجلط. لا إله إلا الله. 5 جلطات انتهى في جلط آخر شيء وكان انجلط المغرب قام المي أنطي المي بس رنجة أنطي المي ما يعد المي المي ما يعدي قام يزوع المي يزوع أنطي لك اللي يزوعه سويت وديت للحويجة لسنتين بالليل سلمها رب كريم الله يرحمه الله يرحمه ويروح الجنة ارحم والديك جبته من قضاء الحويجة للبيت ما حد فطنا نعتا يقول والله والدي وهذا ووالدي انجلط مدري ايش ما ثاني يوم بالفاتحة جادين كل ما يقول عندنا انا فلايح واراضي انا طابو كل ما يقول لي هاي قدورته اي جو يتقاسمون اي هم بالفاتحة العالم يسلم الورثة هاي قد لنا اذا هي انعجة وحدة انعجة وحدة اريد حصتي اوف للأسف للأسف أيوة والله. يعني احنا نضيع طبعا هسه رح اسولف موضوع البارحة بعدني سامعة ولا اليوم يمكن الظهر اليوم الظهر سمعته قصة هي بس قصة جدا قصيرة وجميلة وأتمنى أنت همينة تسمعها ويانا يا عبد الله وأني جدا ممنون في الدول عمرك وأني ممنونك جدا على المشاركة والله يخلي لك اللي تحبهم ويحبوك أنا من سمعت قصة الوالدين والله حقيقة قلت لا أسولف على راسي على راسي حبيبي شكرا على فيك والله فدوى عمرك الله يخليك تسلم لي يا عبد الله أشكرك جدا 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 تسلم لي حبيبي شكرا رح أخذ رهوفة ونسولف عن هاي القصة اللي اليوم أنا بعدني سامعها الظهر رهوفة مساء الخير يا هلا وعليكم السلام شلون صحتك تمام الحمد لله اليوم شو مو على بعضك والله يا عمي وش نسوي أنا ما توقع لي الفرحة تقولي موضوعك يا ساتر تتحل بروح الضائية ليش على الأب تدري الأب هو اللي معيشني بهالدنيا اللي مخلوني ما أخلصيها بس ليه لأن هو كل حياتي هو اللي ضحى من أجلي وأنا هم ينجح ضحى لأجله الله يخلي لك يا الله يخلي لك يا رب رهف رهف الوالد بعده هو اللي قادر يوقف بوجه الكل وياك لا ليه تعبان اي والله ليه تعبان
وأنا يعني استعداد على مودة. أنا كان خلصت من زمان خلصت من حياتي بس يهل هو اللي واقف بعيني هو ما أقدر أسوي إلى حتى أنقهر ما أقدر أجي أقف قدامه وقلنا أنا مقبورة أخاف عليه يعني هو مثل ما كنت بغيره هو يخاف علي أنا همي لا أقدر أخاف عليه يعني أتمنى له أتمنى له طول العمر آمين يا رب من عمري على عمره الله يخلي لك يا أتحمل أعيش بلي الله يخلي لك يا فدول عمرك الله يخلي لك يا ويطول بعمرك انت واكيد انت انا متاكد اليوم انت ايدي ورجلي اللي ينتجي عليهم اللي يتحرك بيهم لان بينش قد انت انت سنده مو الولد سنده اي صحيح هو اللي متوقع يعني بارك الله بيك بارك الله بيك والله ممكن تذكر عليه وداري صدقيني الله ما يروح تعب بني آدم شلون إذا ويا أمه وأبوه آمين يا ربي كم مرة نقول لا تبكي رهف أكثر واحدة تبكين وأني لا يعني لا لا أنا أعتذر منك بس التدليل عن أب لا حبيبتي عادي صحت حال أب خاصة والدي تدري هو من أمي ما تتزوج في سبيل العالم وجدين أنا صغيرة يعني ما أتخيل حياتي بدونه يعني ما أتخيل يعني ما أقدر يعني هو مريض يعني مرضات من أقعد أصلي يعني أخاف عليه أخاف اليوم أقعد وما ألقاه لا اسم الله اسم الله الله لا يقدر الله لا يقدر بس مع ذلك انتبهي يا رهف كل مرة أقول لك أنه حاولي تكونين قوية لأنه كل إنسان إلى أو كل عمر إلى نهاية الله يخلي لك أبوك ويطول لك بعمره ويخلي خيمة فوق راسكم بس بنفس الوقت أنه اشبعيش قد ما تقدرين من عنده بس هذا اللي أقدر أقوله حبيبتي ودموعك غالي علي ما أريد بعد أسمعك قاعدة تبكين أبد 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 لا بالعكس لا بالعكس لا والله بالعكس نهائيا ما تزعجيني بالعكس أنا أفرح لأنه أعتقد أنه أون هوا هو المكان اللي قادرين أغلبيتكم أنه يطلعون اللي بداخلهم الكبت ودا تحسون جقد أخذ وأنت وياك هو الوحيد اللي أنا أحكي يعني ما أحكي لحد أنا كتومة يعني ما أقدر ما أقدر لا أقدر أحكي لأخ لا أقدر أحكي لأخت ما يتفهموني ما يعرفون اللي بداخلي شنو يعني أتمنى أتمنى يعرفون اللي بداخلي وأتمنى يتفهموني يعني أنا بس الآن قهرة وجبت ما أحكي لا حبيبتي خليش قوية خليش قوية وخليش أنت أحسن من الكل اللي ما ينتبه لك واللي ما يهتم لك واللي ما يسمع لك لا تهتمي له اهتمي بنفسك نقول احنا قبل البشر مو حجر من نوضع نفسه مو فشخ يسلم انا تعبت من المشاكل تعبت انا بوالدي من نوع مريض يعني ضغطي خلفاتي يعني صبر ما ضل عندي والحجاري واقول الله كريم الله كريم بالفعل انت اي مواليد رهف بس ذكريني مواليد 90 العمر كله ان شاء الله العمر كله وأشوفك أحلى عروسة وبيت العدل مالتك ومرتاحة ومتنفسة وقادرة تعيشين وتنطين لأن أنا متأكد أنه أنا بس أقول نيال اللي ياخذك يا رهف ما أقول غير هاي الكلمة نيال اللي ياخذك الله ينطيك ابن الحلال اللي يقدر جوهرتك اللي موجودة بداخلك يا رهف ما أريد بعد أدب ما أريد أبتشيك بعد ووصفك ويخوي لك أهلك ويخوي لك كل عزيز على قلبك والقايل إن شاء الله واللي دي يسمع واللي دي يشوف همينة تسلمين يا رهف آمين فدوى العمرج حبيبتي آمين والاسكندرون إن شاء الله يتبليك الله يخليك سلام إليك خاص شكرا أخ قال علي وفتح من حياتي أتشرف 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 على راسي على راسي من فوق تسلمي لي يا رهف أشكرك مع السلامة مع السلامة أجي إلى القصة اللي كنت قاعد أقولها بعد اتصال رهف مباشرة هم آباء اثنين أصدقاء كل واحد متزوج وعنده أبناء وبنات يجي هذا الأب ويلتقي ويا صديقة يقول له اليوم أني أبشرك زوجتي جابت ولد هذاك يقول له بعد فترة زوجتي جابت بنت فقام ينقهر أبو البنات يقول ليش الله دا ينطيك كل هالولد إلهم إله
واني بس دا ينطيني بنات، فصارت حزازية بداخله. راحت الايام واجت الايام، ومن بعد سنين طويلة كل واحد منهم كبر، طبعا هم افترقوا. اجا صدفة لاقاه بالشارع، قال له العفو انت مو ابو فلان؟ قال له ايه صحيح، اني دشبه عليك انت منو؟ قال له اني ابو فلانة. يا اهلا وسهلا، شلونك؟ وين ودتك الدنيا؟ مين جابتك؟ المهم، فقال له ليش هيجي صاير؟ دا يسأل ابو الولد. قال له والله اني زوجتي ماتت. قال له لا اله الا الله، هاني هم انا زوجتي ماتت. قال له بس قاعد اشوفك انت مرتب، وبعدك كأنه زوجتك الله يخليها موجودة، الله يرحمها موجودة. قال له إيه بس أنت شنو الوضع ماتك؟ أنا دا أشوفك شموم مال قبل اللي كنت أعرفه. قال له والله يا أخويا أنا بالنسبة إلي أنا عندي الله نطاني كل أولاد، أنت نطاك كل بنات. قال له إيه والله أنا الله نطاني بنات والحمد لله. البنات ثلاث أيام، عندي ثلاث بنات، كل وحدة من عندهم مقسمة أيام الأسبوع، وحدة اللي تنظف، وحدة اللي تغسل، وحدة اللي تطبخ، يجون هم بيناتهم يتناوبون، فالحمد لله ما مقصرين وياي وشايلين من القاع. أنت شنو وضعك؟ قال له والله يا أخويا كل واحد تزوج وراح ويا مرته وعافوني أنا. هل لي ألاقي أكله؟ والهدوم اللي موجودة هاي ألبسها لا أقدر أغسل ولا أبد. فشوفوا هاي القصة هي أصلا بها حكمة، يا ريت الشباب ينتبهون، والأولاد الأب شقد فرح بيكم وكبر بيكم وظل يتباهى بيكم قدام الناس يوم اللي تمشون وتتزوجون. الأخ أخو مريته يفوت يخلي خيته، يعني يمشي ويا مريا ويا مرته ويعوف أخته ما يباوع عليها. فلذلك يقول المثل الشعبي العراقي القديم، الأخ أخو مريته يفوت يخلي خيته. أبو نرمين من عقرة مساء الخير. أبو نرمين مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. شلونك عمر؟ أحوالك؟ تمام الحمد لله بخير الله يسلمك. شلونكم؟ تمام وأنت شلونك؟ الحمد لله. أول شيء عندي طلب عندك. تفضل حبيبي. أغنية حقيقي كنا صغار نقعد جنب باب الدار ننتظر جاي أبونا. اوكي على راسي. اوكي موجوده هي اصلا. اي والاب بالنسبه للبيت كل شيء، البيت يعني ما فيه يدي كانه بيت بدون يعني ايش، يعني فاقد شيء يعني. يعني هو الاب يرد بالبيت كل شيء، مهندس مال البيت. نعم. ايه والاب يبقى مكانته فالوقت على الوقت على هالجيل. لا الاب يعني اذا كبر عمره صار يعني فوق 40 سنه يحسبونه الأب يعني في خشيم على أساس ما يعرف شيء، ويعني لازم شو يعقله. نعم. يعني ما بقى ذاك القيمة القديمة للأب. أهم أنا ما نقدر نقول هيك يا أبو نرمين، تعرف شلون أوقات؟ شوف أني يمكن أني واحد أصلا من هذول الأشخاص، وحقيقة أقولها على الجو، أوقات دائما أشوف أنه يمكن والدي أباع قدامي من إحنا ناخذ ونمطي ويا بعض، يمكن تشوف أكو نوعا ما أنه ما أقدر أقول أنه برود، ولكن أنه هو والدي موجود وياي ونسولف ونحكي وبكم جدا قليل وبسيط، ولكن ما أقدر أنه يعني تعرف من أصبح أو أقعد في مكان ما أتخيل، الله ينطي طولة العمر إن شاء الله، ما أتخيل والدي يكون ما موجود بلحظة بالبيت. هاي واحدة. اثنين، أقول دائما أنه إش قد ما الوالد يتعامل أو يقسى أو كذا، إلا ما يضل أكو فتشي خليني متلهف لشوفته، يعني إذا يسافر يروح المكان أنا بس أنتظر رجعته، لأن أحس عدم وجوده، الله ينطي الصحة والعافية ربي وكل أب قاعد يشوفنا، عدم وجوده بالبيت يشكل عندي حالة من الخلل وعدم التوازن، ما أعرف شلون أريد أتصرف أريد أسوي، لأن هو بالفعل هو الدينامو مات البيت، هو العمود الأساسي بالبيت، تفهمني؟ فما نقدر نقول تمام. اليوم احنا لا، شوف التليفونات ما اخذتنا، مثل حتى والدي ما اخذ التليفون مثل ما اني ما اخذني التليفون، ولكن تمام. اذا قعدنا تشوفنا قاعدين نسولف كذا، لا اني جدا احب انه اشوف نفسي بوالدي، اشوف نفسي بابويا قدام العالم، وماكو شاب ينكر وجود ابوه بحياته الا اللهم اذا كان الاب سيء التصرف او التعامل مع ابنائه. هذا بعد شأن ثاني. ما كان الأب يريد الخير للابن والأطفال، وماكو أب يحب يعني يكره أطفال وما يريد يعني الخير والأمان للأطفال أولاده وبناته.
للأسف اليوم أكو هواية أشياء يعني صراحة إجتني قبل البرنامج، بس نشرت البوست إنه هاليوم حلقتنا راح تكون عن الأب، فإجتني أشياء صراحة كانت فظيعة إنه أنا حتى بالبرنامج ما أقدر أطلعها للأمانة ولا أقدر أحكي بيها لأنه صعبة صعبة جدا جدا، بس أنا أحب أذكر كل شيء حلو اليوم عن الأب، ما أريد أطلع ممنون. الأب بأي شيء سلبي. شكرا يا حبيبي، ممنون. تسلم لي حبيبي، تسلم لي. ويانا اتصال صفاء. يا صفاء السماوة شلونك؟ شو أخبارك يا صفاوي؟ الحمد لله. صفاوي أنا هديتك الحلقة الماضية أغنية عن الأم. تمام، كل الزين، لأنه قلت أكيد أكيد لازم تكوني قاعدة تشوفينا حتى تشوفين أنه لبيت الطلب مالتك اللي طلبتيه ولو تتأخر عند الحلقات. على راسي صفاوي، اليوم إحنا قاعدين نحكي عن الأب. شنو عندك عن الأب يا صفاء؟ والله أبوي حد كل شهوان. نعم، الله يخلي لك يا رب. وهو توفى. أوه، الله يرحمه. أنا تتك ما نفسي من دوامه. شلون صفاء؟ مدى أسمع صوتك كلش مو واضح. رتك والد ووالد تتوفى. أي صحيح، أنا الوالدة أذكر بس الوالد راح من بالي سهوة. نعم، الله يرحمهم. واحد كل شهوان. الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له. انت هم قاعده تبكي، انت هم انا قاعده تبكين. يعني احنا والله اليوم مو قصد انه نقعد ونبكيكم بالجو، بالعكس حابين انه نذكر الاشياء الحلوه عن الاب ومن الاب بنفس الوقت، بس مو حتى ننزل دموعكم. الله ما يخالف صفاوي حبيبتي، الله يرحمهم، انت دائما تدعي لهم بالرحمه، الله يرحمهم. ما أريد أتعبك بالاتصال مستحيل، لأن أعرف رح أضلين تبكين طول الوقت. حسن ريكان تاج راسي، شنون أشارك؟ أرقام الهواتف يا حسن تظهر بأسفل الشاشة، وهي أنها مبينة هسه قدامي على الفيسبوك أيضا، طالعة أرقام الهواتف، هي يعني الرقم الموجود حاليا رقم الكورك اللي مبين عندي. نور من بغداد، ومن بعدها رح ناخذ هيثم يوسف. حنيت لك، مساء الخير يا نورة. مساء الخير يا عمروش. أهلا 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 أهلا. يا هلا وغلا. شدارك الله، كيف شانك حبيبتي؟ شنو هالغياب الرهيب اللي عليك أنت غايبته؟ حتى تشتاق لي. لا أنا أشتاق لك حتى أنت وده تحكين هسه بالتليفون. شدارك الله، كوار باي شوية كان ظروفه يعني عدت الحمد لله. الحمد لله والشكر، إن شاء الله عرض خير يكون. بس الحمد لله، شو أخبارك أنت؟ والله تمام، أنت أخبارك أمورك؟ أنا زين الحمد لله، طمنيني عنك. والله تمام الحمد لله ماشي حال. شلون مقضيتها؟ والله مطر ويعني وصابة وقاعدين نكرسها. لا بدون صابة، لا فت ولا لا، بس مطر بدون. آه أي صحيح، لأنه درجات الحرارة زينة 22 اتسوكا يعني أنه ربيعية. أي الحمد لله. أبو مرتضى الكادر كلهم. والله كلهم بس سمورة وزينة وعبير أكيد أوجه لهم تحية، أعتقد ملتهين بالامتحانات لأنه هاي الفترة تعرفين، فالله يوفقهم يا رب. الله يوفقهم يا رب. حبيبتي 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 يا نورة. اشتاقت لكم والله كوما كوما. تسلمين قلبي وتشتاق لك العافية إن شاء الله دوم. الله يخليك الله يخليك. شنو موضوع الحلقة اليوم؟ احكوا لي الأب الأب الأب. هاليوم احنا بدنا نحكي عن الاب. نعم اي الاب يا عمروش، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. 18 سنه راحت، بس 18 سنه راحت. اي يعني هو صار له تقريبا 18 او 17 سنه، بس تحس يعني موجود البارحه. اي البارحه يعني، لانه هو صدق كان اللي لام البيت والخيمة اللي على راسنا. بعد ما راح كل واحد صار الحاله. نعم، ما حد العلاقة بحد، كل واحد عايش لنفسه. وهو صح الأب هو الخيمة اللي يلم. إيش قد تشوفيه؟ إيش قد تشوفيه بأحلامك؟ والله صراحة يعني بين فترة وفترة، واللي يروحوا له يعني يسلموا لي عليه ويحجوا له أخباري، وإن شاء الله أن الفترة الجاية بالعطلة يعني إن شاء الله نروح له يا رب يا رب. بس أحس يعني عمري ما حسيت بعيد، حتى من أروح أحكي له أخباري إنه اللي صار وياي بهالفترة كلها. تعرفين هو إحنا دائما نقولها إنه هو الجسد يروح، ولكن الصوت صوته بالإذن موجود، حركته بالبيت طبعا. حسته يمك طبعا طبعا. مستحيل مستحيل، يعني أنا دائما أحس إنه الأرواح دا تشوفنا،
شايفة كل شيء قاعد يصير، ما هذا كله علم غيب، ولكن هذا شيء شخصي عندي أنا، إنه هم موجودين يشاركونا بالضحك، يشاركونا بالحزن، يشاركونا بكل شيء قاعدين دا نسويه. أنا حتى يعني عمروش والله ما رات أقول من أتأذى، أحس إنه هو يتأذى. صحيح. من يمر مية طرف أو أتأذى أو فتي أحس إنه هو يحس، يعني تعرف الأب دائما يكون قريب على الاثنين، مو مثل الولد. صح 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 صحيح. كلش قريب. من بنت قريبة لأبوها. الله يخلي لك اياها. موجودة ومعوضتني، بس مو مثل ما هو موجود تحس هو الأمان. صحيح. اللي يقدر يوقف وجه الدنيا كلها على مودك. تمام تمام. الله يخلي لك أمك يا رب. يطول بعمرها حبيبتي ويغفر لأبوك ويرحمها إن شاء الله. اللهم آمين. حبيبتي حبيبتي آمين يا رب العالمين. نورة أنا جدا سعيد اليوم سمعت صوتك ولا تقطعين. لا لا خلاص لا كافي بعد على قلبك. هذا أحلى من العسل. بدول قلبك. حبيبتي حبيبتي كل الهلا بيك نورة. تحياتي إليك وللكادر كلهم وأبو مرتضى، تحياتي سمورة وبدينا. تحياتنا لكم. تحياتنا لكل اللي قلتي عنهم، تحياتنا لهم حبيبتي، شكرا لاتصالك. حسن ريكان تجاسي شلون أشارك؟ قلت لك بالأرقام، الوالد والوالدة عايشين، الله يخلي لك ياهم يا حسن، ويظلون شمعة فوق راسك مضواية إن شاء الله. هواي من الفنانين طبعا تغنوا بالأب وكانت أغانيهم جدا مؤثرة، يمكن قليلة مقارنة بالأغاني اللي تغنى للأم، لأن أعتقد دائما يحسون بالأب الوصف ما ترى حيكون صعب، مو مثل الأم، يعني الأم دائما عندها طابع الحنية المحبة العاطفة، أحس الأب ما يقدرون يجسدوا بهذه الطريقة لأنه دائما يكون قوي وبالذات قدام أبنائه، إش قد ما يكون مكسور ومتأذي يحاول أنه يظل قوي قدامهم حتى هم لا ينهزون، فما قدرت الأغاني نوعا ما ترجم حقيقة الأب وشكل الأب ومضمون الأب ب 5 دقائق أو ساعة أو نص ساعة أو 20 دقيقة، يعني فقلة ولكن مؤثرة بنفس الوقت وجميلة أيضا. بالنسبة لحلقة يوم الثلاثاء، أنا اليوم المفروض كان أسوي جزئين هاي الحلقة، فالجزء اللي كان من المفترض يكون اليوم رح يروح هو يوم الثلاثاء. موضوع حلقة يوم الثلاثاء أنا رح أقوله بشكل عام بدون مسمى، المسمى رح تشوفوه يوم الثلاثاء، ولكن هو حالات زواج أو قسمة، خلينا نقول قسمة ونصيب يكون أكو بيها معارضة من قبل الأهل بالقسمة والنصيب، يعارضون على العريس أو على العروسة، فهذا موضوعنا رح يكون يوم الثلاثاء لأن هذا الموضوع شائك، واليوم بنات هواية رح يوصلون إلى مرحلة شباب، طبعا هاي انتهينا من عندها يمشي بغير، بس البنت واصلة إلى مرحلة العنوسة رح تصير، والسبب هو رأي من أحد أفراد البيت أنه لا لا، هذا اللي رح نناقشه بحلقة يوم الثلاثاء. من وياي روج 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 من دهوك، مساء الخير يا روج. مساء الأنوار عيوني. أهلا أهنئكم وعلى هذا الموضوع الجميل. شكرا. لأن مثل ما الأم عظيمة الأب همين، يعني أكو ناس بس يهتمون بالأم، لا الأب هم يتعب ويشتغل ويربي أولاده، ومرات الأب يقوم يعني بالأمرين الأم والأب نفس الوقت. فأوجه تحية البابا وأقوله أموت عليك، الله لا يحرمني منك، والله خليكم أباكم واللي ميتين الله يرحمهم. نعم اللهم آمين يا رب. وبعدني ما متزوجة، بس مرات أفكر أنه يجيني خطيب أو شيء، يعني الزوج ما لا ما أريد أقول لا ما الزوج ما أعرف بابا، لأن هو حبي الأول والأخير، هو أميري يعني فارس أحلامي. حلو حلو. طيب روج يعني والله هو أحلى شيء بحياتي هو أمي، أحبهم وأموت عليهم، وأشكركم على هذا الموضوع الجميل، وهنئكم على قناتكم الحلو. تسلمين. شكرا يا روج. وتحية من زهو لكم. وأحنا نحييك أيضا، بس أنت ما قلتي لي، بس لحظة روج بعد شوية. نعم روج، أول شيء أنت أخذتيني حاصل فاصل بدون نقطة ولا فاصلة، كل شيء ماكو، أخذتيني بسرعة بس داريت أسأل. تفضل. روج أنت أول شيء أي مواليد؟ 91.
91 العمر كله ان شاء الله يا روج. شكرا شكرا حياتي حبيبتي، تحياتي لك وللوالد وللوالده، والله يخليهم فوق راسك. اهلا وسهلا، شكرا لكم، اهنئكم. شكرا 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 حبيبتي، شكرا، مع السلامه. يا ابو يونس من ميسان، مساء الخير يا ابو يونس. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخي الغالي يا هلا حبيبي، هلا حبيبي، هلا عيوني، شخبارك؟ اشكركم واشكر قناتكم الكريمه المفضله السباقه دائما. اشكرك اشكرك يا ابو يونس، حياك الله. الله يحفظك. من خلال قناتكم الكريمه احب اوجه سلامي الى عائلتي وبالخصوص الى والدي الغالي. الله يخلي لك يا رب. وخصوصا كثير السهام، لان انا حاليا يعني اتواجد في حدود العراقيه السوريه. نعم. اثناء الوقت المقدم. الله يحفظكم ويحميكم يا رب. الله يحفظك. وبخصوص موضوعنا اليوم، موضوع الأب. نعم. موضوع هو جدا حساس. أوكي. وأتمنى من جميع الآباء اللي يسمعونا حاليا من خلال قناتكم بأن يتخذ ابنه كصديقا له. Exactly. صح 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 صح. لأن حتى يعبر عن مشاعره، حتى ما يتجه إلى طرف أخرى. لما يستشير والده بهذه الأمور، الوالد أعلم. نعم. بهذا حتى لا يجي لخطأ. وأتمنى يعني أنا كوالدي يعني هذا من هذه خلال تجربتي معه. نعم. إيه يعني شفت هذا هو الشيء الصحيح. اللي هو أنه يكون مخاويك. اللي هو يكون نعم مخاويك. بالفعل بالفعل. تمام. تمام. الله يخلي لك والدك يا رب حبيبي، والله يحميكم ويحفظكم وعينكم على هالحدود وحافظوا، وانتم بيكم اصلا يكبر البلد وبيكم يظل ماشي هالبطن كليته، فالله يحميكم ويخليكم لنا يا رب. الله يحفظك ان شاء الله، احنا روحنا فداء لكم. الله يخليك يطول عمركم. لا حبيبي لا بالعكس، الله يخليكم لكم طولة العمر ان شاء الله، الله يعوضكم خير ان شاء الله. أشكرك. حبيبي شكرا 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 حبيبي. أشكرك. شكرا يا ابو يونس، شكرا. شباب ايش قد باقي ويانا من الوقت؟ الله يخلي كل اب والله يرحم كل اب. نشوفكم إن شاء الله بحلقة يوم الثلاثاء إن شاء الله، ما أعرف الأغنية زوجتي حتى نهايتها. أشوفكم على خير، تصبحون على ألف خير.